المكلا تتنفس الحرية من جديد بعد تمكن الجيش الوطني المساند للشرعية أو ما يطلق عليه بقوات النخبة الحضرمية تحريرها من سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة الذين فرضوا هيمنتهم على المدينة وبقية مدن ساحل حضرموت لأكثر من عام. ففي يومها الأول بعد سقوط حكم القاعدة بدت المكلا كمريض يحاول استعادة عافيته. يعيد المشهد القائم الآن في المدينة شيئا من ذكريات الثاني من إبريل 2015 حينما هوت مؤسسات الدولة وتعرضت للنهب والصب. اليوم يتكرر المشهد ذاته لكن من زاوية أخرى. فهذه المؤسسات الأمنية التي بناها تنظيم القاعدة في المدينة لأكثر من عام وكانت رمزا لسلطة حكمه تبدو اليوم خاوية على عروشها وتتعرض محتوياتها للنهب والعبث من قبل البعض. شوارع المدينة خاوية إلا من حركة بسيطة هنا وهنا وسط توجس وإغلاق كامل للمؤسسات والمرافق العامة فيما ينتشر العشرات من مسلحي القبائل المحلية في شوارع المدينة لتنظيم حركة وتأمين المؤسسات العسكرية والاقتصادية فيها حتى يصل الجيش ويستلم مهمة تأمينها. نحن أبناء قبيلة العكابرة جينا من أجل تأمين قيادة المنطقة العسكرية وكل الأماكن العسكرية في هذه المدينة من أجل انتظار قوة النخبة الحضرمية لكي يقوم بتسليمها. نحن أبناء منطقة خلف جينا من الميناء من أي سطو وسرقة أو نهب ونريد نوصل للعالم أن أبناء حضرموت قادر عن تحمي منطقتها. نحن الآن في المنشآت المنطقة محمية من أهل المنطقة من أبناء خلف من أبناء المقاومة في المنطقة نفسها حموا المنشآت بالنفط من شان ما قع اللي في السنة السابقة نهب وسرقة وذا الآن مأمنين والحمد لله ولا أحد اللي يحمون. نحن من أبناء المنطقة منطقة خلف وأبناء المكلا وحراس المنشآت والحمد لله كل شيء تمام. وفيما يصطف سكان المدينة في انتظار دخول القوات الحكومية إليها واستلام مهامها تكون المكلا وبقية مدن الساحل الحضرم قد طوت من تاريخها صفحة لا يزال ينظر إليها الكثير من المتابعين بأنها الأكثر جدلا. في كل مرة يثبت أبناء حضرموت للعالم أجمع أنه باستطاعتهم حماية ممتلكاتهم والدفاع عن أرضهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس ميناء المكلا.